انا كنت عايزه اقول لك على حاجه بس محرجه. انا عايزه علاوه. عايزه ايه؟ علاوه. عايزه علاوه. وانت النهارده اول يوم ليكي في الشغل. ما عشان تحفزيني ولعلمك الشركات الكبيره قوي اللي زي دي تملي بيبقى فيها حد مختلس. انا بقى هعرفهولك حتى لو كان جوزك، بجانب اني هعرف لك برضه اذا كان متجوز السكرتيره عرفي ولا لا. مهرة، انت ازاي تغيري السكرتيرة من غير ما تقوليلي؟ شيرين سيبينا يا حبيبتي. ماشي. مش تفتحي؟ فتحي انتي. والعلم كان السكرتيرة اللي بتقولي عليها تكير، انا قاعدة برا. بنت انتي النضارة دي لو ما بتشوفيش بيها روحي جددي الكشف وغيري الشامبر اللي انتي لابساه ده. يلا على مكتبك. دي السكرتيرة اللي انت اخترتيها؟ حولة وغبية؟ هو احنا كنا بنتكلم في ايه من شوية؟ بصي يا صفاء، اوعي تتكلمي مع سكرتيرتي كده تاني. لما تعوزي توجهي لي كلام اسمي استاذة صفاء. وانا اسمي مهرة هانم ابو الليل، وانا اختار اللي يعجبني هنا في الشركة، وانا هنا المسؤولة عن كل مجموعة شركات زيدان. ده كان زمان، انا دلوقتي العضو المنتدب. يعني انتي تحت رياستي، يعني اي حاجة بتحصل هنا حبيبتي ترجعي لي فيها. الله الله الله، ده احنا كبرنا اهو بنعرف نشلت ونرفص. لا، كلام البهايم ده تروحي تقوليه بره، لكن هنا مكتب رئيسك في الشغل، لو عايزه اي حاجه يا حبيبتي تروحي تقدمي طلب ويرجع لي الاول. انت واعيه انت بتقولي ايه بالظبط؟ يا استاذه اتفضلي يا استاذه. يلا حبيبتي ورايا شغل وعايزه اركز. الو، هاتلي قهوه، اصل عندي صداع ومش راضي يروح ولا يمشي. ما تفتحيش صدرك قوي كده. الدلع والنعيم اللي انت فيه شافته مراته الاولانيه، وبتشوفيه انت دلوقتي، وهتشوفه اللي بعد منك ان شاء الله. ولو كانت دامت لغيرك ما كانتش جاتلك. نتعلم ايه بقى من الدرس ده؟ إن دوام الحال من المحال. يا ريت نتعظ. جوزك اللي اتجوزتيه متجوزك تفاصيل، بكره يرميكي ويدوس عليك كده. عملت ايه مع صاحب المصنع؟ وصلت له بس هو عايش بره مصر. طب ما انا عارف، انا عايزه رقمهم بره مصر وضروري. بسيطه حالا. وليك الحلاوه طبعا، انت عارف اول ما نتفق. تحت امرك يا مولاي. هنا ماشي. سلام.